مستمرة معكم فقرات حضرة المساء. الفقرة اللي فاتت كان عندها علاقة بالطموح والناس كيف تقدر تتجاوز مطبات ومنعطفات الحياة المختلفة، حتى لو كنت أنت يعني إذا كنت طالب، إذا كنت عامل، موظف، إنسان سوداني، أيا كان عندك الإمكانيات وعندك طموح كبير جدا. نموذج الحلقة بتمثل في ضيفتنا اللي هي حاضرة معنا داخل الاستوديو، سماهر عبد الله أبو بكر، اللي حققت نسبة 95.6 وهي في السودان بكل الظروف اللي عايشينها مع بعض، بكل المشاكل اللي عايشينها، لكن طموحها الكبير جدا وطموح عائلتها طبعا مع سماهر قادة لأنها تحقق النسبة دي بشكل كبير وبشكل واضح. يحقق نجاحات في السودان معناتها في طريقة بتاع الطموح، في طريقة بتاع أمل يعني. صحيح. إن شاء الله دائما الناس تكون قادرة على الطموح اللي عند سايدة وعند سماهر اللي هم ضيوفنا في الحلقة دي. لكن قبل ما كده أنا قبل ما أمشي لهم عايز طبعا هديل يعني كالعادة لازم أخدها في مقلب. أنت كيف في الشهادة السودانية؟ لا لا الشهادة السودانية تمام وما في أي حاجة وما في داعي للكلام ده. لا طبعا ما 97 لا لا طبعا هي زولة كنت حكون أنا قاعدة هنا برضو يعني لو كانت الحاجة دي حاصلة، لكن الحمد لله النسبة دخلتني المجال اللي احنا عايزينه والمجال اللي احنا حابينه وكله بتوفيق ربنا زي ما ذكرنا قبلك وزي ما قلنا إنه عمود البيت هي الأم، هي اللي بتقوم الأسرة الصحية، هي اللي بتقوم الأسرة الناجحة بطموحاتها اللي بتقدر تحقق كل أحلامها أكيد. فده يمكن يكون مثل ومثال كبير شديد لكل من البنات والأولاد الممتحنين والمجتهدين والعايزين يتفوقوا وعايزين يدخلوا المجالات اللي هم بحبوها بالنسبة بتاعتهم. وأكيد سماهر ما كانت براها، كان معها أمها وكان معها والدها وكانت معها أختها اللي كانت الداعم الأساسي وهي اللي كانت بترتب لها الجدول ولحد الآن معها طبعا. أيوة طبعا أكيد نهائي ما تخلد عنها أكيد، وده الرفيق الصحيح وده الرفيق دائما بوديك لي قدام. معنا من داخل الاستوديو المتفوقه سماهر عبد الله ابو بكر محمد بنسبه 95.6. الف الف مبروك يا سماهر ومرحبا بك في شاشه قناه البلد. السلام عليكم جميعا المتابعين، انا سعيده وبتشرف بحضور بوجودكم هنا وشكرا على الاستضافه. الله يبارك فيكم جميعا. احنا ازعد احنا ازعد شديد وايضا يسعد الترحاب لسعيده عبد الله ابو بكر أخت سماهر السبب الأساسي أو ممكن خلينا نقول الداعم الكبير لسماهر في إنها تتفوق. أهلا ومرحبا بك حبابي. مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدي قناة البلد، وأنا سعيدة بوجودي الليلة هنا وكمان زي ما أقول الفرحة إني موجودة معكم. أكيد الفرحة موجودة معنا والفرحة أكيد داخل كل بيت سوداني لكل المتفوقين. بداية سماهر مبروك ونتعرف على المدرسة اللي أنشأت منها وطلعت الإبداع والجمال والتفوق ده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا سماهر عبد الله بكر، امتحنت من مدرسه منى وداع الله الالكترونيه حكوميه مدرسه في حي البستان في مبدا، امتحنت وجبت نسبه 95.6 الحمد لله. النسبه دي بسيطه يعني ولا شنو؟ الحمد لله مرضيه. نسبه كبيره مرضيه الحمد لله. كنت متوقعها ولا تديك احساس زعلانه كده لسه ما راضيه كده ليه؟ الموضوع عادي لكن ده حال المتفوقين دائما يعني. طيب متوقع الحاجه دي انت ولا اكثر ولا اقل ولا؟ كنت متوقعة أكثر لكن الحمد لله الدرعي كاتبة لي ربنا جبتها ومرضية. في الامتحان التجريبي جبت كيف يا سماهر؟ جبت 98. تبارك الله. طيب انتي ما فاتت كثير، اي ما فاتت كثير يعني ثلاث درجات ولا حاجة يعني أكيد يا سماهر، وأكيد ربنا كان كاتب لك النسبة دي وكاتب لك فيها التفوق والأكثر. عايزين نعرف يا ساجدة التعب والاجتهاد اللي أنت بذلتيه مع سماهر. والله بصراحة كذا يعني من خلصت يعني الثانية بدينا نحضر لها يعني للثالث، يعني رتبنا لها أمورها كلها، خدينا لها جدول نعم. نظام تمشي لها يعني المدرسة لو فتحت يعني المسافة كانت بعيدة يعني بنديها الرست إنها تجنو ترتاح شوية حكاية الساعة ترتاح، وبعدها بتقوم تشوف يعني نظام قرايتها شنو نعم. الحاجة اللي هي مركزة عليها شنو بنحاول بقدر الإمكان يعني نساعدها إنها تركز عليها. والحمد لله يعني أمي كانت ما شاء الله ما قصرت يعني كانت موفرة لها برضه أي شيء يعني لما أقول لها هي الفضل أكثر مني يعني. طيب يلا حييهم مسي حاليا طبعا أنا متأكد تماما قاعدين بيشوفوكم صح؟ أيوه. يلا حييهم بالاسم من اللي قاعد يحضركم الآن من البيت؟ هو شيء السحر دي اللي كانت مستعدة في الجانب الشعري أكثر، وسمر وسارة ومنويا يعني كل الناس والبعيدين والقريبين دائما يا الحسن بيكون في
ارتباك وفي كبكبة كده في البيت لما نكون عندهم بيت ممتهنة وكبيرة، تلقاهم داخلين مارقين مهتمين، كل التركيز أكيد جاي عليك أنت يا سماهر، وأنت أكيد ما يعني ما قصرتي معاهم، وأكيد قدر التعب اللي اجتهدوه وقدر الإرهاق اللي هم أرهقوا معاكي والليالي والسهر اللي كان، أكيد أنت جازيتهم خير بنجاحك وفرحتي كل قلوبهم. أنا بشكرهم، بشكر الوالد والوالدة كلهم ما قصروا، بالأخص أبوي، وأنا بقول له أنا أكيد مقدرة تعبك، تعبت عشاني وعشان أقرأ وححقق الحلم الدائري، وما قصرت والله، تعبت كثير واجتهدت وأنا مقدرة كل شيء، وححقق حلمك وأقرأ إن شاء الله. يا سلام، كفاية العام التي ولا نسبة كبيرة 95.6 لسه المشوار طويل، ردك ليهم كم بالنسبة يعني، فإحساسك واصل غير النسبة الكلام اللي هي قالته هسي، أكيد دي حيكون الدافع المعنوي الكبير جدا اللي هو يعني داير اسمعه ومتمنيه، وأي والد فينا أي والد طالبة أو والد بيكون عايز يسمع الكلام، بيكون حاب إنه بنته أكيد تكون متفوقة. لكن يا سماير خلينا نشوف رغبتك شنو. أنا حلمي أنا أخش الطب، أقرأ جراحة، أصلا ده حلم أبوي إنه أخش الطب عامة، وكان أبقى جراح، وأنا إن شاء الله هحققه، وأنا الشغف ده فيني من لما كنت صغيرة إني أنا أبقى طبيبة، إن شاء الله هحققه وحقرأه. جراحة بتاع شنو؟ جراحة قلب. هو أصعب 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 شيء دائما يختار الحاجة الصعبة. أنت يعني كيف هي في البيت كانت القراية بتاعتك، كيف متعبة، في جدول شغالين معاك، كيف كان في البيت؟ والله في جدول يعني منزلين لها جدول، يعني كل يوم يعني عندها مواد معينة بتقراها، يعني هي ما كانت متعبة، يعني هي بتجي يعني بتجي من المدرسة عارفة نظامها شنو، عندها راحة ترتاح، وبعدين على القراية بدون ما يقول لها يا سماهر امشي اقري، يعني الجدول دي ما كانت اصلا لا القراية امشي اقري دي متعبة شديدة، ممكن كان يكون اخوتها الثانية الممتحنة معاه دي ممكن يصحوا يقول لها يلا قومي امشي اقري سامر ركزي كده يعني. أيوة. غريبة يا هديل، انا سالتها قبل الهواء قلت لها اقل نسبة ليك كم يعني؟ قالت 92 اللي هي في الفيزياء وما راضية عنها. يعني الحمد لله برضه ما درجة كعبة، لكن برضه كنت متوقعة أكثر، لأنه أنا كنت الفيزياء دي أجيب فيها درجات أكبر من كده، وكنت بقراها ويعني كنت بحبها، لكن الحمد لله درجة ما كعبة. أيوة كنت متهدى فيها. طيب دارين نعرف دورك او بدايه سماهر من بدايه المراحل الدراسيه، يعني مما بدات السنه الجدول كان بتاعك كيف، كنت تجري درس اليوم باليوم ولا كنت بتوفر كل اسبوع يوم بتدرسي، طريقه الدراسه كان كيف جدولك؟ الحمد لله انه الله وفقني عشان اخذ حلم كبير في راسي، وما انتبه لاي حاجه للظروف الحياه، اني اركز على هدفي وخطط لنجاحي تخطيط صح. نعم انا كنت من بدايه المدرسه مخططة، خدت لي جدول وعارف انه زماني بسيط مع المواصلات، كنت برجع متأخرة ومرهقة، المهم نظمت لي جدول كويس وانا التزمت به ومشيت عليه، وكانت القراءة ما صعبة لانه خدت حلم كبير في راسي رغم الظروف والحاجات يعني كده الحمد لله. قدرتي تتفوقي عليها كلها؟ ايوه. طيب الحاجة اللي أنا رزعل منها برضو، إحساس الأسرة كيف كان في البيت يعني مع النتيجة دي، وهي قالت لي إنه ما زعوها في الميل الأوائل، لكن هي طوالي العتبة الثانية بعد الميل الأوائل، العتبة الثانية، فالفرحة دي كيف خشت البيت، الأم الأب الأخوان كيف استقبلوا؟ والله هو زي ما بقولوا فرحة أي بيت، يعني أو التوتر اللي بيكون قبل النتيجة زي في أي بيت سوداني، والله كان توتر وكنا مستنين على أمل إنه اسمه يطلع من ضمن الميل الأوائل. برضو لما طلع من المية ما زعوة، جاكم شوية كده بتاعت خوفة طبعا؟ والله خوفة توتر يعني شوية طحبات كده، لكن يعني تاني قسمة لا احنا قبل شوية كنا نتكلم عن انه ما في احباط، في طموح وفي تقدم وفي ما توفيق. يعني حاجة تكوني متوقعة وفي اكيد ايوه بيجيك احساس احباط حاجة كده، يعني احساس خوف بس يعني. عندها مساحة كافية تماما في انها هي تعوض كل الحاجات دي. طبعا يا سماهر اي مدرسة بتكون هي عمود الدراسة وهي اساس الدراسة، اكيد لهم دور كبير الاساتذة والمجتهدين اكيد، وفي تركيز بيكون خاص على الطالبات المجتهدات او اللي هم ناويين ان هم يزيعوهم من داخل المدرسة حقتهم او باسم المدرسة حقتهم، فداير اعرف دور المعلمات كان كيف. أكيد المعلم له كل شكر وتقدير، الأساتذة كلهم ما قصروا، والله كانت الحصص ما شاء الله كل الأساتذة، كان الدوام عادي دوام المدرسة والحصص
كده. ما كانوا بيعملوا لكم حصص اضافيه او حصص تركيز اكثر؟ لا ابدا، حصص الحصص العاديه والدوام المدرسي، لكن كان بكفي وكله وافي. طبعا في مدارس بتكون عامله حصص تركيز اللي هي بتكون مثلا في يوم الاجازه بيقوم يعمل لكم جدول للمواد، يعني مثلا الاسبوع ده هناخد الماده كده. ما كان في تنظيم زي ده؟ ايوه كان في تنظيم زي ده، كل جمعه كان نعم. حصص رياضيات وحصص كيمياء مع استاذ امام، كل شكر والتقدير، واستاذ منتصر استاذ الكيمياء يديكم العافيه. لكن ما دخلتي درس خاص؟ يوم الجمعه ده كان بيجي يعني. دروس خاصه في المدرسة ولا في المدرسة؟ تابع المدرسة. المدرسة يعني هل مشيتي محلات إذا كان لا. مراكز أو كده؟ لا ما أخذت دروس خاصة. والمدرسة هي حكومية ولا خاصة؟ ليس حكومية. يعني الآن في مدارس حكومية قادرة تجيب صحيح النسبة الكبيرة دي. طيب ليه بنسمع نحن المدارس فيها مشاكل والطلاب ما قادرين يقروا الحاجات دي؟ دي شايفة شنو في الحياة؟ والله حاجة بتتعلق بالزول والحلم الحر خادته في كل زول. كل زول عنده حلم مختلف عن الثاني، وأي زول بيزعل على حلمه. انت لو خدت حلم كبير بيكون سعيك كبير، وانت لو خدت حلم قليل شويه حيكون قدرت طموحاتك يعني. يا سلام. على حسب حلم الزول خدته. طب في ماده صعبت عليك يا سماهر وما قدرتي انك تأدي فيها بطريقه صحيحه او تذاكريها صحيح؟ الحمد لله كانت كل المواد اوكي مع الاساتذه، بس كانت عندي شويه في الاحياء، كانت قرايتها كثيره شويه، وانا يعني كانت الأحياء دي أنا كنت من سنة تانية وأولى كانت درعيتي فيها قليلة، وأنا لما نزلت سنة تالتة تخوفت إنه يكون شغلي في الأحياء زي باقي السنين، وكان من البداية الخوف ده كان عائق، وكانت طبعا قرايتي كثيرة معروفة الأحياء. باب الوراثة أصعب باب أكيد فيه حياة كثيرة وبتلخبط. لكن الأحياء دي من المواد الأساسية يعني. صح. المفروض انه زول يختبيصها حتى لو كان في دروس تركيز اكثر، ولو كان الكان صعب فيها شنو؟ في انه هي ما بتتفهم ولا في انه هي لازم تتحفظ؟ انا بقول انه الاحياء دي فيها الفهم اكثر من الحفظ. صحيح. لكن الصعب فيها شنو؟ يعني في حاجات دقيقه كده بتحتاج للحفظ، الحاجات حقت الحفظ الدقيقه دي بتلخبط اكثر من الفهم لانها كلها متشابهه. انت مايله انك تحفظ اكثر ولا تفهم اكثر؟ انا بقول ان ما يفهم اكثر. تفهم اكثر. الزول يفهم اول هو بيقدر يحفظ، لو فهم اول حتقدر. اكيد اي حاجه لو انت فهمتها هتقدر تبدع فيها وتقدم فيها. طبعا معانا سماهر، اي كلام تقوليه هو ما صح يا حد. ايوه صح يا طوال. كلامه صح. سماهر اي اخت بتكون هميمه لاختها، بتكون شايله هم اختها حتى في المراحل الدراسيه حقتها، يعني هي زي ما ذكرت المدرسه بعيده والمعاناه والتفاصيل زي دي، ومرات بتكون يوم اجازه، ومرات بنسمع بانه في دروس بتتاخر لزمن متاخر. أيوة. وجودك معاه كان بيكون ضروري؟ والله ضروري، لانه زي ما عارفين السنه الدراسيه اللي فاتت يعني كان شويه فيها توتر. صحيح. صار مظاهرات كده، فكان لابد يعني من بتجي بنحاول بقدر الامكان انه نشوف اللي تحصلت عليه وشنو واللي فات عليها شنو، يعني حتى لو في دروس مثلا في المدرسه يعني بسبب التاخر الدراسي ما بنحاول ان احنا تلغاها يعني نشرح عليها من لحق لها. لو كان هي ما دايره يعني حاجه كبيره يعني عايزه حاجات بسيطه. طيب عليك الله، خلينا برضه نتكلم عن دور الاسره لان هي بتشاهدنا ومن حقها نتكلم عنها، لانه يعني تعبت شديد اذا كان بالسهر بالقروش بالتفاصيل بالضغط بتاع الناس اللي تيجي طلعت اخواتنا ما طلعت. فكيف كان دورهم في الحاجه دي يعني؟ فعلا والله، خاصة يعني الوالد كان تعبان شديد، يعني دوامه بكون يعني الصباح ومساء، يعني ما بكون أصلا فاضي يعني كثير كذا في البيت يعني عشان يحاول قدر الإمكان. فنحن كنا بنحاول شنو، بنخطي صخرة الوالد إنه ما فيش وكذا نشوف يعني بنتابع. وكذلك أمي يعني ما شاء الله ما قصرت، وأخواتي كلهم وخاصة سمر وسحر ما قصروا معاه شديد، يعني كانوا ساعدوا قدر الإمكان بيساعدوها. نعم. شديد. السمر دي كانت ممتحنة معاه، فكانت بتخطي معاه كل المواد، يعني هي لو مدرستها فايتها بدروس معينة هي بتحاول بقدر الإمكان بتشرح لها يعني بتوصل لها المعلومة. طبعا اجتهادك وتركيزك معاها أصعب، لأنه أنت بتكوني ما أنت اللي بتدرسي، لكن أنت مجتهدة عشان أختك بتدرس. أيوة. ما فكرتي قلتي يا أخي أنا مالي، كان أعيد تاني؟ طيب كان أقرأ تاني من البداية؟ والله تمنيت يعني بعد النجاح اللي شفته عندنا، يعني تمنيت أن تكوني رجحتي وقريتي معاه. رجعت بدل كان يمتحن يمتحن أدبية كان يمتحن يعني علمي وأقرأ طيف يعني كذا. أيوة. صاحباتك كيف يعني؟ هل نسوهم كلها كده تزيينات ولا أنت أفضل واحدة فيهم؟ أكثر صاحبات لك؟ أنا الأولى في المدرسة ما شاء الله.
وما شاء الله ناس المدرسة شطار زي مين مثلا صاحباتك هم الآن لو بيشاهدوك عشان اسمهم كده يكون طلع في التلفزيون؟ بشكركم، بشكر ميسون وإسراء وآمنة، كلكم ما قصرتوا وأيامنا كانت حلوة وما بتتنسم، وإن شاء الله حياة جمعية وموفقة، وإن شاء الله لقدام نتقابل في الخير دائما إن شاء الله. ما كان في منافسة بينك وبينه؟ كانت والله في، يعني أنا كنت في الامتحانات كله بيجي الأولى، كان برضو كانوا بنافسوني في الدرجات وباقي المواد، كانت منافسة حلوة. الناحية دي حقتنا إحنا يا الحسن، في غتات كده بين البنات الشطار، دائما بتكون الواحدة مثلا الماسكة أو الشاطرة أو اللي بتذاكر لباقي أخواتها، بيقوموا بيقول لك دي إحنا ما مش نذاكر معها، لأن يعني ما بتقدر إنها تدينا المعلومة كلها ولا بتتغاتت علينا المعلومات. أيوة، فأنت كنت يا نوع من البنات؟ ما عندي حاجة زي دي، كنت متسالمة أصلا، وكلنا كنا متسالمين شلة وكنا بنقرا سوا وبنراجع سوا بنفس معلوماتنا. طيب سماهر عبد الله بكر اللي جبت 95.6 من 10، في الختام بس ادينا الرسالة الأخيرة للناس اللي هم ممتحنين السنة الجاية، يعملوا شنو؟ وكيف ممكن ما يجيبوا التسعينات لكن في الآخر يحققوا حياتهم اللي عايزين يعملوها يعني؟ أنا دائما بوصيهم بالمعافرة وما ييأسوا أبدا. الحاجة الوحيدة اللي بتوصلك لآخر المشوار إنك تعافر، وإنت طالب حتعافر كيف؟ إنك تقرأ أكيد، ما تتأثر بالظروف اللي حواليك والبيئة ومعاناة البلد معروفة والظروف معروفة، لكن إنت عشان حلمك لازم تعافر. وأهم حاجة نقول لكم اهتموا وادعموا الناحية النفسية، هي اللي بتخلي طموحك، اللي بتحدد طموحك لو عالي ولا مدنم، والطموح هو الدينامو اللي بيخليك تتحرك وتعافر وما تقف ابدا. يعني اهتموا وكونوا مرتاحين، ارتاحوا نفسيا، دعم النفسي اهم شيء. صح، كلامك ده كله حقيقه، واكيد كل الناس اللي بتشاهدك الممتحنه السنه الجايه حتستفيد شديد من الكلام اللي انت قلتيه ده، وكانت مساحه طيبه ومساحه مليانه بالابداع ومساحه مليانه بالتفوق والجمال، واكيد ان شاء الله نشوفك اكبر دكتوره لجراحه القلب ان شاء الله. عليك الله. شكرا لك. اول زول عايز اكيد عايز جراحه لك عندك شنو؟ ما عندك شيء. شكرا لك كثير. تحيه لك لدعم الاسره اللي كان واضح الان في نجاح المتفوقه، ان شاء الله دائما انتم بصحه وبعافيه، والاسره الكريمه الان بشاهدنا ان شاء الله تنعم دائما بمزيد من النجاحات والافراح يعني. ان شاء الله. شكرا يا رب. شكرا لكم طبعا. الحسن، وصلنا لختام حلقتنا مع مشاهدي شاشه قناه البلد، الى ان نلتقي في وقت ثاني.